مصر، لكن الحقيقة عشان خاطر أصبح لنا رئيسا جديدا لكل المصريين، أصبح لنا رئيسا يتقي الله في شعبه إن شاء الله. الحقيقة في عجالة كده عشان الحلقة ماشي حلقة سياسية حلقة طبية، لكن أنا بقول للكام مليون اللي انتخبوا الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية مبروك علينا كلنا، وأقول للكام مليون اللي ما انتخبوش الدكتور محمد مرسي عسى ألا تنتخبوا رئيسا، واجعل الله فيه إن شاء الله خيرا كثيرا إعمالا للقرآن الكريم. الحقيقة النهاردة موضوع حلقتنا هيكون الوقاية خير من العلاج. بمعنى إيه بقى الوقاية خير من العلاج؟ دلوقتي أنا ليه لو كان ربنا سبحانه وتعالى مديني لطفلي 20 سنة لبنية وللكبير 32 سنة دائمة بأنسجة لثة سليمة بعظام سليمة بصحة فم رائعة، ليه أنا أهمل فيها طالما إن هناك وقاية حقية وهذه الوقاية بالفعل تقي السنان بقدر المستطاع؟ واحد هيقول لي يا دكتور والله طب ما أنا الكلام بقى العادي بقى اللي احنا بنسمعه، والله يا دكتور أنا بستخدم الفرشة والمعجون، والله يا دكتور أنا بغسل سناني كويس قبل ما أنام بالفرشة والمعجون، والله يا دكتور أنا لا مش حقائق. ليه بقى؟ دايما اللي بيخش امتحان ويجيب مثلا 7 من 10 يقول والله أنا ذاكرت وأنا عملت اللي عليا، لكن ده ظلموني، ده الامتحان كان صعب، ده ونيجي في الآخر خالص نلاقي في ولاد طلعوا من الأوائل وفي ولاد محققين الدرجة النهائية. يا ريت هذا الطالب أو التلميذ يفهم إن هو وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون، صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. لابد ان احنا دائما عندما نتحقق من ان فعلا هناك اهمال او تقصير سواء كان بقى مقصود او غير مقصود، لكن في الاخر لازم نشوف ليه هذا الشخص اما استخدم الفرشه والمعجون وراح لطبيب السنان زاره كل سنه بيفضل لحد ما يوصل لسن 60 و70 سنه بسنان جميلة رائعة تؤدي وظيفتها كما خلق الله سبحانه وتعالى لأن تعمل هذه الأسنان للكلام ومخارج الحروف بتاعت الكلام والمضغ والمظهر الطبيعي وإحكام حركة اللسان. كل دي وظائف للسنان مش بس سناني اللي أنا باكل عليها. أجي بقى أرجع أشوف ليه بقى أنا ما بهمل بيحصل كده. يعني مثلا على سبيل المثال، هل توصل الدرجة بمريض إن هو مثلا يحصل تسوس في الضرس، وبعدين يحصل تآكل في حجرة العصب، وبعدين يحصل نمو بكتيري تحت الجدر، وبعدين هذا النمو البكتيري يوصل لأنه هو ياكل طبقة العظم بتاعة السوكت بتاع الجيب بتاع الضرس، وبعدين أفاجأ بأن بعد ما كل طبقة العظم خرج في مساره لحد ما وصل على السنخام أو الأنسجة التلائية المبطنة للعظم، وبعدين خرج على لحم الخد، وبعدين خرج على الجلد، وبعدين عمل لي عين صديدية، لدرجة أن لا الدكتور غير المتخصص ولا المريض عارف إيه مصدر التلوث ده اللي عمله عبارة عن كورة صغيرة بره خده، وهو لا يدرك أن هذا نتيجة الإهمال الجسيم وعدم المتابعة اللي وصلته لدرجة أن الدكتور الجلدية يعني ادى علاج مره واثنين وثلاثه، دكتور الجراحه العامه ادى علاج وفتح مره واثنين وثلاثه، الى ان اهتدى الى طبيب قال له لا ده انت لازم تروح لدكتور سنان بحييه، وجاني المريض فعلا وفوجئت بان هذا الكيس او هذا المنظر كان سببه نمو بكتيري وعمل نصور على اللثه وخرج عمل لي مشكله جسيمه كان لابد ان احنا نعمل جراحه عشان نشيل المصدر ده. ادي حاجه يبقى الوقايه فيها خير من العلاج. نيجي على حاله تانية، نقول واحد الولد مثلا عنده بتاع حوالي 16 سنه او 17 سنه، مع ان الاسنان الدائمه بتكتمل عند سن قد ايه؟ عند سن المفروض من 6 نقول مثلا ل 8 سنين ل 9 سنين، ها؟ وانا قبل كده ان ما خلفتش يبقى عندي جار يخلف، يبقى اخويا، يبقى اختي، يبقى فلان، يبقى علان، يبقى في المدرسه الولد بيشوف زمايله قرنائه في نفس السن، معقول استنى من سن 6 سنين لحد سن 16 سنه
لحين أدرك أن هناك خطأ ما يحدث والتشوه تشوه ظاهري حصل قدامي. الله، يعني طب وانا يا دكتور استنى، ما كنتش دكتور اعرف، ما كنتش اعرف ايه، ما كنتش اعرف ان المفروض ان في سن التبديل اللي هو في مرحله تبتدي من سن 6 سنوات بيبقى في تبديل مشترك. يعني ايه تبديل مشترك؟ يعني في اسنان لبنيه وفي اسنان دايمه. الاسنان اللبنيه والاسنان الدايمه هنا بتشكل خطوره رهيبه، واتكلمت انا في حلقات سابقه كثيرا عن ناقوس الخطر ومرحله التبديل المشترك او الايج سكول توث ريبليسمنت. في المرحله ديت المفروض ان انا اخلي بالي ويعني يعني اظبط نفسي، والمفروض ان انا في سن 6 سنين اهو، كلام تاني بقوله اهو، في سن 6 سنين في سن الايج سكول اهو، عشان لو قلنا 6 سنين يمكن مثلا واحد يقول له ساعات اقول له ابنك عنده كام سنه، يبص لي كده وبعدين يبص لزوجته وبعدين يقول لها 6 سنين يا دكتور. يعني لدرجه ان طبعا الناس الله يكون في عونها، ده كان في ظل النظام اللي فات وفي ظل اللي الناس بتجري وتتكفى وتتعب وتشقى عشان خاطر لقمة العيش. وأتمنى إن شاء الله في عهد جديد أني حتى على الأقل الناس يبقى عندها جزء من اليوم تعيش فيه، جزء من اليوم بس يعيش فيه، ما يبقاش بيشتغل من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 6 مساء، وبعدين يا دوبك يرجع ينام الساعة 8 عشان يصحى تاني الساعة 6 الصبح، وبكده يبقى العيشة كلها بتنتهي في عمل بلا استمتاع في عبادة أو في تربية أو توعية للأطفال أو في وجود أب يحاول أنه هو بقدر المستطاع أنه هو ينقل حتى بس على الأقل خبرته لأولاده، ويبتدي يبقى في حتة توازع عند الأولاد للخطأ والصح، يعرفوه إزاي، عشان ده المجتمع الصغير اللي بعد كده هيخرج ويعمل لنا مجتمع كبير، وحنلاقي نفاجأ فيه منه وزير وظابط وطبيب والآخره. فلا مش بس بالتعليم، مش بس بالتعليم او بالتعليم الديناميكي اللي احنا خدنا عليه ان الطالب يحفظ ويصم، وبقدر ما يصم بقدر ما يحقق من درجات، لا احنا عايزين تعليم مفتوح، عايزين تعليم توعيه، عايزين ثقافه، عايزين ان الطفل يتخلله في اليوم معرفه ادبيه وعلميه وفنيه ودينيه، عايزين مجتمع جديد، عايزين شكل جديد، عايزين الناس تبقى حاسه يعني ايه اهتمام ووعي صحي تثقيف صحي، مش بس تلقين وفي الاخر يجي يروح ياخد الخدمه. الدكتور محمد بيقوله النهارده نصيحه في التلفزيون، يجي بكره يروح مكان ما يلاقيش الخدمه ديت، والا سيضطر ان هو يتكبد خسائر رهيبه، ده اذا كان يملك، وان كان لا يملك فما باليد حيله فبيستسلم وخلاص. نتمنى ان يكون التعليم والصحه على قائمتك يا دكتور محمد باذن الله، وربنا يوفقك لان الاعباء كتير. نرجع لموضوعنا تاني، وزي ما قلنا الوقاية خير من العلاج. ليه بقى أنا بقول الوقاية خير من العلاج؟ الأسنان يعني ممكن واحد مثلا يحصل له مشكلة في القلب أو مشكلة في الكلى أو مشكلة أو مشكلة نتيجة تغيير في السولوجي أو نتيجة لخبطة في الجهاز المناعي أو نتيجة يعني مثلا أي حاجة هو غير مسؤول عنها أو غير مدركها. أما بالنسبة للأسنان بهذا التخصص الجميل بالذات، إني لا يعني سبحان الله ربنا جعل الألم ألارم، منبه ان في هنا الميه الساقعه بتبتدي تتاثر عليا شويه، ما اهملش واسكت، ما هو الميه الساقعه بتاثر عليا شويه، دي حاجه من الاثنين، يا اما انا عندي مثلا التهاب او جيب صديدي في اللثه، ها، يا اما عندي تاكل خفيف قوي قوي في السنه، وبالتالي لو تنظيف في اللثه الدكتور يا دوبك بس هيعمل حاجه بسيطه كده واخف وابقى كويس، ولو تاكل خفيف في المينا في طبقه المينا الدكتور هيحط لي طبقه ليزر وخلاص وابقى كويس. ومش معنى ان الدكتور حط لي طبقه ليزر خلاص وابقى كويس، هبقى كويس مدى الحياه، لا، ده انا كل 5 سنين مثلا ولا حاجه احاول اراجع الحشوات دي، لان بيحصل تغيير ومكن الفم ده عباره عن مكنه منتجه. ازاي منتجه؟ يعني ما مش منتجه يعني هاخد انتاج وابيع واكسب، منتجه يعني هي بتحول الطعام من اجزاء كبيره يصعب على المريض هضمها الى اجزاء دقيقه جدا يسعى هضمها وامتصاصها، وبيتم عمليه هضم الاوليه في الفم. خليكم معانا، هنرجع تاني باذن الله بعد ما ناخد اتصال. الو استاذ محمد، الو استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا ستي، يا ريت من فضلك بس حضرتك توطي التلفزيون شويه وتعلي صوتك شويه. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابن يوسف عنده 4 سنين. تمام. دلوقتي اسنانه اللي قدام متاكلين ومفوسين خالص. يا ريت حضرتك تعلي صوتك شويه من فضلك. عنده اسنان من قدام متاكلين.
هو عنده 4 سنوات. 4 سنوات تمام. وعنده دروسه كلها مسوسه. تمام. رحت للدكتور قال لي دلوقتي ده عايز خلع، بس حرام اخلعه له دلوقتي، قال لي لازم تحشيهم له. فدلوقتي مش عارف اعمل له ايه، احشيهم ولا اخلعه؟ هو بيتألم يا محمد؟ اه ما بيعرفش ياكل عليهم خالص. ما بيعرفش ياكل عليهم خالص. هم يعني متدمرين خالص ولا في تسوس وفي جزء من التاج موجود؟ لا اللي قدام، السنان اللي قدام متاكلين خالص واقعين. طيب ما علينا، مش مشكله، عندنا اللي قدام الاضراس الخلفيه اللي بياكل عليها اللي هو الضروس بقى مسوسين خالص. مسوسين خالص. لما بيجي ياكل ما بيعرفش ياكل خالص عليهم. طيب حضرتك في اي خراريج ولا حاجه طالعه على اللثه؟ لا ما فيش. طيب يا محمد خليكي معانا هجاوبك على السؤال ده حالا. اتفضلي. هناخد بقى تاني معانا محمد، ربنا يزيد من محمد، اتفضل. الله يخليك، ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا وسهلا. يعني اشهد الله اني احبك في الله يا دكتور. يعني وانا يعني اشهد الله انني اسعد بهذا الكلام، واتمنى ان اكون بس حتى يعني بحاول بقدر بسيط جدا على قد يعني ان انا ارضي المشاهد وان انا اوصل بس حتى لجزء من تفكيره. ربنا يكرمك يا دكتور. طب صلي على النبي يا دكتور. عليه افضل الصلاه والسلام. انا لسه جاي من عند دكتور السنان من حوالي ساعه. تمام. انا قاعد في قطر. تمام. رحت لدكتور السنان، عمل لي اشعه ليزر، عمل اكس راي على اسناني. ايوه. اتضح ان اسناني كلها متدمره. تمام. الدكتور النهارده عمل لي ايه؟ موت العصب، وقال لي ان انا هموت لك 4 اعصاب. تمام. فالنهارده موت العصب اللي هو العصب الاساسي للبس اللي كان تحتيه خراج. كان تحتيه خراج. كان تحت كنت انا عامل عمليه. علي صوتك شويه يا محمد لو سمحت، وطي التلفزيون وعلي صوتك شويه. ده انا بره يا فندم والله خالص اهوت. طب ده صوتك جميل، اتفضل. ربنا يخليك لي يا رب. اتفضل. فدلوقتي يا دكتور انا سؤالي، هو هيموت لي العصب اللي هو في الشمال اللي هو من تحت الفك الاسفل. تمام. فانا عايز افهم يا دكتور، هل العصب بموت العصب من تحت؟ هل ده يعني ان انا ممكن اكل واشرب عادي وامارس حياتي عاديه على اسناني من غير ما مركب سنان صناعيه او من غير ما اركب تلبيسات، ولا لازم ازرع، ولا مش فاهمه يعني؟ ممكن توضح لي حته ان هو هيموت العصب وبعد كده هيعمل ايه الدكتور؟ لان هو دكتور اجنبي بيتكلم عربي، فانا عايزك توضح لي هو عمل ايه النهارده؟ هو النهارده قال لي في الجنب الفك الاسفل من تحت، اداني 3 حقن بنج، وبعد كده يا دكتور محمد قعد يشتغل كتير، يشتغل بتاع ساعه الا ربع يا دكتور، قعد تحت ايده ساعه الا ربع النهارده. فبعد ما فضت خالص من تحت ايده قال لي، بساله بقول له انت عملت ايه؟ قال لي موتت لك عصب وهتجي لي بعد بكره يوم الثلاث الساعه 10 الصبح اكمل لك الباقي. حاضر. طب يا محمد انا هرد عليك حالا. يا محمد خليك معايا، هشرح لك بالتفصيل انت عملت ايه وهتعمل ايه والمفروض تعمل ايه. ماشي. بس اما ناخد ام عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 42 سنه. تمام. وما رحتش خالص دكتور السنان غير يعني من شهرين ثلاثه، راح انضف كده. تمام. سنان دلوقتي من قدام كده من بدات تصفر وبدا فيها نقط سمراء. فخايفه بقى يعني الدكتوره نضفت لي وما شالتش البقع الصفراء والنقط السمراء دي. وكان عندي ضرس مخروم حشته لي حشو مقص. وقالت لي انت عايزه حشو عادي ولا حشو ليزر؟ بالليزر. فانا استغربت، مش الدكتوره هي اللي تحدد الضرس محتاج ايه؟ حاضر. طيب يعني خايفه بس من السنه احنا بتتمر من قدام، وايه الحل يا دكتور؟ حاضر يا ام عبد الرحمن، خليكي معايا يا ام عبد الرحمن. يعني من لو قطمتي موزه بتيجي نفس اسنان. حاضر يا ام عبد الرحمن، خليكي معانا يا ام عبد الرحمن وهنجاوبك على السؤال بتاعك. حاضر. الحقيقه محمد حس ان هو يعني مخضوض قوي، وكلمه عصب دي بتخض قوي وبتاع. الاول بس كده بالراحه خالص، يعني ايه عصب؟ ويعني ايه استئصال عصب؟ وايه هي انواع اللي بتدخل الانواع او الطرق العلاجيه اللي بتدخل فيها كلمه عصب في مجال طب السنان؟ الاول احنا لازم نعرف ان السنه بتاعتنا ديت كائن حي، عضو عامل يعيش داخل الفم، يدخله شريان ووريد وعصب، 3 حاجات لازم عشان حياه السنه هذه تستمر يبقى داخلها شريان ووريد وعصب. هتقول لي دكتور طب ما كل جسمنا لازم يدخله أوعية دموية، حاجة واحدة كمان لازم يعيش فيها
السن او الدرس، الميه مش بس شريان ووريد وعصب، لا الميه. هتقول لي ليه يا دكتور؟ لاني السنه الوحيده اللي بتتكون من عظام، وهذه العظام مكشوفه، فالعظام المكشوفه ان ما كانتش تعيش في وسط مائي به بعض المواد الكيميائيه عشان يحافظ على ملمس وحيويه السنه. يعني لو السنه متغذيه بشريان ووريد وعصب وما فيهاش هذا الوسط المائي اللي هو بنسميه اللعاب، واللعاب داخل الفم يفرزه بشكلين، يا اما حاجه اسمها ميوكس اسيناي، ماشي، يا اما سيرس اسيناي. كلمه ميوكس وسيرس اسيناي يعني لعاب له ملمس خفيف زي الميه خالص كده شفاف، اسمه سيرس اسيناي. اما الميوكس اسيناي هذا لعاب برضو عباره عن شكل من اشكال الميه اللي بنقول عليها يعني ربوه شوي، تقيله شوي. ده الوظيفه وده الوظيفه، ده بيحقق حمايه وده بيحقق حمايه. ده الوظيفه اللابريكانت اللي هي عمليه التشحيم اثناء الاكل والمضغ وانزلاق اللحم الداخلي للخد واللسان والشفاه حول الاسنان، حاجه طريه على حاجه ناشفه. والتاني بيعيش في وسط معين بحيث ان السنه ما تتاثرش، ما تجرحش، ما تبقاش سهله العطب والتسوس. ده بالنسبه لايه؟ للسن. نرجع بقى للعصب. العصب ده مهم جدا لانه بيحسك بالسخن والسائع والالم. ربنا سبحانه وتعالى حطينا في كل عضو كده حاجه تقول لك ايه؟ جرس يضرب، الحق فيه هنا مشكله. زائد الاحساس. ده مهم جدا. نيجي بقى نقول انواع العلاج. في حاجه اسمها علاج للعصب، ما انا معنى ان انا بعالج العصب معناها ان انا ان في عصب موجود جوه السنه وبعالجه. عبارة عن يعني شكل درس كبير كده، وبعدين فيه جذور كده، وبعدين داخلها هنا شريان ووريد وعصب، وآدي كلمة عصب، والعصب ده له حجرة، دي حجرة العصب. يا ريت زي ما احنا كده ورقة بس بسيطة ورسمة بسيطة هي على الكاميرا، آدي الجدر داخله شريان ووريد وعصب، يفضلوا يدخلوا هنا لحد ما يتجمعوا في حجره اسمها حجره العصب، اهي دي حجره العصب. يعني لو احنا عملنا كده هيلتقي الشريان والوريد والعصب في الجدرين داخل هذه الحجره العصبيه، اللي هي لما اكل او اشرب على الدرس ابتدي احس منها. طيب علاج العصب بقى ان بيبقى حصل تاكل من هنا وصل شويه لحد الحجره هنا، فالسخن والسائع يعمل صعقه كهربائيه كده للمريض، فابتدي اجيب مواد مهدئه صديقه للعصب احطها على الحجره ديت، وبعدين احط عليها ماده عازله، وبعدين احط عليها الحشو بتاعي، يبقى ده اسمه علاج للعصب. طيب افرض بقى حصل تحطم كامل للحجره ديت، بعمل حاجه زي البالبيكتومي، باجي على الحجره ديت واروح منظف العصب اللي فيها كله لان ده كله فايتال وحي، واروح حاطط ماده برضو تهدي، واروح قافل، يبقى انا احتفظت بايه؟ بالاعصاب الرئيسيه اللي داخله. طيب لو انا جيت بقى لقيت المشكله واصله لتحت هنا، بضطر اروح مدخل ابر رفيعه ومنظف العصب ده من هنا وهنا. فالاخ الدكتور الاخ محمد، الدكتور اللي عمل لك شغل يا محمد وخد فيه الوقت ده، اداك بنج لحد ما نملت كويس، وبعدين بدا يدخل بكونترا عملت لك صوت فتح، وبعد كده دخل بإبر رفيعة قوي ينظف ويغير مقاس الإبر، تسمعه لو كان معاه حد بيساعده يقول له 15 20 25 30 على حسب العدد، ويدخل لحد ما ينظف لحد هنا. ولو المشكلة بقى كان تحتيه خراج هنا، بيضطر ينظف وياخد عدد جلسات أكتر، وبعد كده يحط مواد مضادة للصديد مع مادة الحشو نفسها تدخل عشان تثبت البكتيريا اللي وصلت لحد هنا. بعد ما يعمل لك كده في الثلاث أضراس اللي قال لك عليهم يا محمد، هينصحك بإنك تعمل طربوش أو تاج على كل سنة عملت لها عصب عشان تحمي بيها السنة، لأن الحماية الداخلية بتاعتها
اصبحت مفقوده لما استأصلنا الخلايا العصب الصغيره دي. ارجو يا محمد ان اكون وصلت لك المعلومه زي ما انت عايز وما تقلقش خالص. نيجي بقى على ام عبد، هناخد اتصال اخر، خليكم معانا. ام منى، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. كلم الدكتور بعد اذنك. انا حضرتك الدكتور معاك، اتفضلي. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك. يا دكتور انا كشفت من اسبوعين على اسناني كلها منمله وبتوجعني، كلها بتشفخ كده. تمام. الدكتوره كشفت عليا وقالت لي المشكله مش في اسنانك، المشكله في ثلاثه. ادتني مس وادتني برشام كالسيوم وغرغره. تمام. بس بقى لي يومين جلوس بالكهرب مش عارف اكل عليه. بتكهرب لما تحطي حاجه في بقك ولا لوحدها؟ لا، ما احط حاجه في بقي، مش قادره اكل عليها ولا حاجه خالص. السخن فوشي. السخن والسائع بيضايقك قوي يا ام يا مدام؟ ما اقدرش اشرب شويه ميه ساقعه خالص. طيب حاضر ام منى، انا هجاوبك على سؤالك وهشرح شويه فيه عشان تستوعبي، وبعد كده لو في اي حاجه ممكن تتصل عليا واقول لك تعملي ايه. اتفضلي. شكرا. العفو يا فندم. ام عبد الرحمن، انا عايز استغل السؤال في اجابات ونشر وعي صحي واخماد معلومه غير حقيقيه مش من الدكتور. بمعنى ايه؟ دلوقتي احنا بنتكلم على ام عبد الرحمن كلمتني على انها عملت تنظيف، هاخد كلمه تنظيف لوحدها واعلق. معلش جايز ام عبد الرحمن ما سالتش على تنظيف، لكن انا هاخد تنظيف واعلق عليه. ناس كتير قوي ما بتعملش تنظيف اسنان، ولما تروح للدكتور تعمل جلسه واتنين، ايه اللي بيحصل بقى؟ انا بشبهتها تشبيه خاص بيا كده. الواحد لو راح مثلا في داخل حمام سباحه او ما الى اخره، وبدا يقلع ملابسه، تمام، بيبتدي يحس بقشعريره. لما يجي ينزل الميه يحس بسقعه رهيبه جدا جوه الميه. بعد جزء من الدقيقه، مش الدقيقه، يبتدي يشتغل المكيف الالكتروني التشريحي الرباني داخل المخ، يبتدي يعدل درجات الحراره ويحصل العكس. لو خرج بقى من الميه يبتدي يحصل له نفس القصه اللي حصلت له قبل ما ايه؟ ما ينزل الميه. ايه ده يا دكتور؟ وايه اللي جاب الميه للسنان؟ لما واحد يتراكم بلاك وجير على سطح السنان ويبتدي يعمل لي مشاكل رهيبه، في الاول هو كل اللي بيضايقه من الجير شكله، ملمسه، الدكتور لو سمع الدكتور في التلفزيون بيقول ان الجير بيعمل تسوس، لو سمع عن الاهمال يبتدي يجري يروح يعمل تنظيف. وبالرغم ان احنا بندي جلسة كلامية للمريض ونفهمه ونشرح له، الا ان المريض بعد ما يعمل جلسة ولا اتنين يختفي ما يجيش. ايه بقى اللي حصل؟ يا يختفي يا ما يجيش، يا اما يقول في التليفون معلش يا دكتور اصل انا مش قادر احط حاجة سخنة ولا ساقعة ببقي. نفس نظرية نزول المية. طب ما هو حضرتك سبت الجير 10 سنين يتراكم على السنان، فالعصب بدأ يحس احساس وهمي بان طبقه الجير، يا ريت وانا بتكلم الساده المشاهدين يتخيلوا كل كلمه بقولها، بدا يحس ان الجير والبلاك طبقه من ضمن طبقات السنان. يعني لو كان هو عنده نص ملي من الدنتين وميناء الاسنان بيحموه وفي مسافه للتوصيل، اصبح بقى عنده 2 ملي، ملي ونص طبيعي والنص ملي مش طبيعي، خد على كده خلاص. فلما جيت انا اشيل اللي مش طبيعي من عليه بدأ يحس بنظرية المية والحمام السباحة اللي أنا بتكلم عليه أو البحر. بدأ يحس بإيه؟ الله، ده الطبقة اللي كانت بتحميني دي اتشالت، فيبتدي العصب أي سخنة أو ساقع يضايقه. أنا بقول للمريض خلي بالك أنت هتقعد كده لمدة أسبوع. طب ما أنا يا دكتور مش قادر أشرب. في حاجات مهدئات بسيطة جدا زي زيت القرنفل مثلا الطبيعي، الحاجات دي تعديك المرحلة دي واستمر عشان تخف، عشان تبقى اسنانك جميله ونظيفه، عشان ما تصابش بالتسوس، عشان ما تصابش بالتحلل، عشان ما تصابش بسقوط اللثه، عشان ما تصابش بالتهابات اللثه، عشان ما تصابش بخلخله السنان. هل هذا لا يستحق اني اتحمل اسبوع او 10 ايام ان اسناني تقشعر شويه؟ في فرق بين يعني ان السنان تقشعر نتيجه تلوث، وهو زي مثلا الحاجه ام منى، وفي فرق بين ان السنان تقشعر نتيجة ان انا نظفت من عليها الايه؟ الحاجات الوحشة. عشان كده يقول لك يا ستة مش واخد على النظافة.
ام عبد الرحمن اتكلمنا عن التنظيف، ولو ان هي ما سالتش سؤال تفسيري على التنظيف، هي كانت بتتكلم على الحشو، وازاي ان الدكتوره بتسالها، ازاي ان الدكتوره بتسالها بتقول لها حشو ابيض، هي قصدها طبعا على كلمه ليزر دي مش حقيقيه، ولذلك انا نطقت معاها النطق العام اللي الناس متعوده عليه، مفيش حاجه اسمها دي، مش دي حشوه ليزر خالص، ده حشوه بنسميها حشوه بيضاء بدرجه لون السنان بظاهره التصلب الضوئي، ونوع الماده اسمها كومبوزايت، وفي منها كذا انواع وكذا مراحل، وللاسنان الخلفيه والاماميه، وفي منها جيد ورديء ومتوسط. مش ده موضوعنا. هي بتسال حضرتك ليه؟ لاني في واحد عنده عقيده بان البلاتين يا دكتور هو احسن حشو بيتحمل، عنده حق في دي، لكن في حاجات جديده افضل بكتير بتجمع ما بين الوظيفه وما بين الشكل، وهي تركه ليكي هذا الاختيار فلا ملامه، فاذا يعني بل يعني ما نشككش، لاني ما يعني هي بتسالك، اذا بتديكي خلت الامر شورى شاركيها، هي عارفه ان هي كدكتوره كطبيبه هتعمل كده كده حشو، انت ممكن تعملي حشو بلاتين وتخرجي من عنها. دكتور سالتنيش ليه يا دكتور، ده انا جارتي راحت حشت حشو بالليزر وابيض ولون السنان وجميل، ده انا كل ما اضحك بقي بقى اسالك، بس هي المفروض اما تسالك تقول لك مسته كذا وده عيبه كذا، وده مسته كذا وده عيبه كذا في الاول خالص، او انت لما تقول لك تقول لها طب اشمعنى يا دكتوره، طب ايه رايك في كذا، يعني احنا عايزين نبقى نتنفس شويه حريه في كل حاجه، يبقى في الراي والراي الاخر، يبقى في اعمال للعقل. ام منى كانت بتتكلم على تنميل، مش قادره تحط اي حاجه بها، راحت للطبيب اداها علاج. انا بقى بقول حاجه، طبيب الاسنان المفروض في اكتر من 99% زي الانتخابات اللي كانت قبل ثوره 25 يناير على مدى 100 سنه ما يستعملش ادويه فقط، ما يحاولش يستعمل ادويه فقط، طبيب السنان لابد ان يتدخل فورا، لان مفيش حاجه هيروح بيها، يعني الحمد لله احنا عياننا بيجوا خلصانين، مفيش حاجه، مفيش عيان مش هيجي كده ويمشي كده الا اذا كان الدكتور شايف التهاب فبيدي علاج لمده 3 ايام ولا حاجه وخلاص، وبعد كده او 4 ايام وبعد كده يستكمل العلاج. الحقيقه خليكم معانا، ناخد اتصال تاني. الو ام ابراهيم، سلام عليكم. ايوه عليكم السلام يا دكتور. يا ريت ام ابراهيم تعلي صوت حضرتك شويه وتوطي التلفزيون شويه. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور. ايوه. اتفضلي حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا كنت حاشيه ضرس من سنتين. ودلوقتي النهارده الصبح الحشو طلع، وانا حامل في الشهر السادس في اول السادس، مش عارفه ينفع اخد بنج وحش تاني ولا اعمل ايه؟ حاضر. في حاجه تانية يا ام ابراهيم؟ لا شكرا يا دكتور. خليكي معانا يا ام ابراهيم، هنجاوبك على السؤال حالا. هنكمل لام منى وبعدين ناخد ام ابراهيم، عشان برضو ام ابراهيم فتحت موضوع برضو عاجبني. ام منى بتتكلم على التنميل والكلام ده كله، وانا قلت لازم الطبيب يتدخل ويعمل شغل، ولازم يعني في 99% لازم الطبيب يتدخل بايده. المفروض هنا في الحاله ديت هي اشتكت من تنميل، الكلام ده هيبقى للمشاهدين ولاطبائنا الصغيرين. عملت جه مريض العياده بيشتكي من تنميل والم في بقه كله. اول حاجه هبص على ضرس بعيني، في حاجات مش هتجيبها عينيا. ابتدي بعد كده اذا شكيت في واحد او اتنين اعمل عليهم بريبيكال فيلم اللي هي اشعه عادي متاحه في العياده. طيب هبتدي اعمل جلسه تنظيف اوليه ازيح بيها كل البوكتس الدم والحاجات اللي هي ممكن تبقى فاسده وعامله مشكله. لو العيان جه تاني جلسه وقال لي يا دكتور انا زي ما انا ما حصلش تغيير، على طول ابتدي ابعته يعمل اشعه بانوراما في مكان كويس انا متاكد منه انه هيطلع لي فاين ديتيلز، هيطلع لي ملامح تفصيليه حقيقيه واضحه ما يكونش فيها شك، لان انا ممكن اعمل بانوراما في مكان تديني تشخيص واعملها في مكان تاني حض الله كان دي مش بتاعه المريض، والكلام ده برضو لاخواتنا وزمايلنا الصغيرين من الاطباء وللمشاهدين وللمرضى. في الحالة ديت لازم اخلي بالي كويس جدا من التشخيص. هتطلع لي البانوراما يا اما التهاب جنرالايزد في الانسجة كلها بتاعة العظم وجيوب في اللثة، يا اما هتطلع لي تسوس في بعض الاسنان من اماكن مش واضحة اكلينيكيا، يا اما هتطلع لي جزء وجزء، وبالتالي لو في كل ناحية ضرس هنا واحد وهنا واحد يديني الم في بقي كله. خليكم معانا ناخد اتصال اخر ونرجع. الو. الو
ام محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. استاذ محمد عفوا. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي اسناني بالله عليك كلهم سود. كلهم تس... كل الدكتور ركب تلابيس. كلهم تسوس. التلابيس كويسه. انت ركب تلابيس ولا ايه اعمل؟ حضرتك عندك سنانك كلها مسوسه؟ مسوسه اللي جوه الدروس مسوسه لكن السنان اللي قدام كويسه. يعني السنان اللي قدام كويسه. اركب لك تلابيس. تركب تلابيس على السنان؟ على السنان. طيب حضرتك التسوس ده معاه قلم ولا معهوش؟ معاه قلم وعمال بحشي فيه، انا شغال بحشي فيه. طب كويس، حضرتك تحشي الاول وبعد الحشو تتاكد تماما. طب حضرتك تتاكد تماما ان مفيش اي الام ولا اي حاجه، وبعد كده بتنتظر شهر. بتنتظر شهر. شهر بعد انتهاء الطبيب من اخر اجراء علاجي بيعمله، وبعد شهر لما تاكل وتشرب سخن وسائع وكل انواع الماكولات ومفيش اي الام، بتبتدي بعد 30 يوم. هذه ال 30 يوم للتاكيد على صحه الشغل اللي اتعمل، ان مفيش مضاعفات مفيش مشاكل، وتبتدي بعد كده تعمل تلابيس عليه. تلابيس. ايوه. احسن تلبيسه ايه اعملها؟ طبعا احسن تلبيسه في انواع كتير جدا، بس اهمهم نوعين اتنين اللي هو البورسلين والزركونيوم. احسن نوعين البورسلين والزركونيوم. طبعا البورسلين يعني هادي شويه في التكلفه، الزركونيوم عالي شويه في التكلفه. الزركونيوم مستو ان بنحضر من السنه جزء بسيط جدا، ما بناخدش ما بنتوغلش، وبالتالي بنترك اكثر جزء في الاسنان له صلاحيه، ما نحاولش بقدر المستطاع ان احنا نتلف السنه، ويبقى الباقي من السنه يتحمل التركيب، وفي نفس الوقت بيبقى مكون من طبقه واحده وهي طبقه ميناء فقط، وليس تحتها طبقه من المعدن زي البورسلين. البورسلان يعني احسن شيء. احسن شيء من احسن شيء الزركونيوم. الزركونيوم رقم واحد، الزركونيوم رقم اثنين، البورسلين رقم ثلاثه، مفيش رقم ثلاثه، مفيش. مفيش بعد البورسلين. اللي بعد البورسلين غير صحي وغير ادمي. خلاص. طيب فضل. وبعد كده الاكل يبقى عادي يعني اكل اي حاجه ولا؟ تاكل كل حاجه، تعمل كل اللي نفسك فيه، مفيش مشكله طالما الحمد لله. كل لو شديت حاجه جامد وبتاع يقع الاسنان تمام. لا ده الكلام ده بقى ايه؟ معلش حضرتك بعد الحلقه حاول تاخد رقم تليفون وتكلمني. اتفضل. ام محمد، ام عبد الله كانت بتتكلم على الضرس بتاعها وان في تسوس، وهي خايفة جدا من موضوع التسوس، وأم عبد الله حامل في 6 أشهر وعندها ضرس تعبها، راحت للدكتورة، فهل أعمل شغل يا دكتور ولا لا؟ النقطة الوحيدة بس اللي أنا عايز أقولها حاجة واحدة. واحدة حملت النهاردة، بعد أسبوع 10 أيام لا قدر الله حصل لها التهاب في الزائدة الدودية، راحت للطبيب الجراح قال لها هي عملية يا انفجار في الزائدة الدودية، هتخش أوضة العمليات ويتاخد معاها الاحتياطات وتاخد بنج وتعمل العملية وهي حامل، هذا ينطبق على الشهر الأول والتاني والتالت لحد أشهر الحمل كلها. هنيجي بقى في درس هندي بنج خالي من الادرينالين عشان خاطر توتر او انقباضات الرحم بس، ونخلع ونحشي ونعمل كل حاجه من باب الاحتياط. احنا بناخد الكلام ازاي بقى؟ يعني نطمن نفسنا كده، اول حمل ولا لا يا ام عبد الله؟ طيب بنتي الحمل اللي قبل كده حصل فيه مشاكل ولا لا يا ام عبد الله؟ عندك اولاد تانية ولا لا يا ام عبد الله؟ يحاول الدكتور يعمل لنفسه يبقى عنده سيلف كونفيدنس، يعني ان الموضوع مش كريتيكال قوي، ان الموضوع مش خطير قوي، لسبب واحد، ده نسبه الادرينالين اللي انا خايف على الرحم منها اللي تتفرز نتيجه الالم اكتر بكتير من نسبه الادرينالين اللي هتبقى في الكربون البنج اللي انا اخاف عليه اللي هو البنج الموضعي. يبقى بالله نعمل ايه؟ مفيش مشكله خالص يا ام عبد الله، ما تخافيش، توكلي على الله، روحي للدكتوره بتاعتك او الدكتور بتاعك
وهو هو عارف تماما ازاي ياخد احتياطاته، وعارف تماما ان مفيش ان شاء الله اي اذى او ضرر، وما تستنيش عشان خاطر بعد كده هتبقي دلوقتي راحة لوحدك، هتبقي بعد كده معاكي بيبي محتاج لك على طول، مش تعرفي حتى تقعدي على الكرسي ولا تعملي اي شغل. وانا بستغل الفرصة دي ليه بقى، واتكلمت في الموضوع ده مع عبد الله، لان ناس كتير قوي بتسمع الـ الشائعات برضو، وانا بسميها شائعات، هي عادات قديمة لكن شائعات، يعني اسيب الدكتور واخد معلومه من ام محمد اللي قاعده اللي ساكنه جنبي، او اخد معلومه من مش عارف مع من فلان، ازاي يعني؟ انا اسال الدكتور متخصص هو اللي يقول لي، لاني هو عايز يبقى راجل مشهور وكويس، فمش معقوله ابدا ابدا هيبقى هو قاصد يضرك، ومش معقوله ابدا هيقول لك على حاجه هتضر شغله، مش هاخد معلومه من فلانه او بتاع. وبعدين نيجي بقى نلاقي واحده مثلا، واحده جايه هي وحماتها، يبقى رأي حماتها مختلف عن ان لو واحده جايه هي وبنتها، واحده جايه وبنتها تقول لي والنبي يا دكتور اتصرف والنبي وريحها من الوجع احسن ده ما بتنامش، واحده جايه وحماتها حماتها تقول لي ايه والنبي يا دكتور يعني ايه الخلع مش بيقولوا غلط يا دكتور احسن كده الواد مش عارف، لا 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 خالص. احنا عايزين بقدر المستطاع ان احنا نبقى عندنا حقيقه علميه بنمشي وراها، بنتصرف صح، ما بنحاولش ان احنا نأذي ولا نضر، وفي نفس الوقت حرام ان انا اسيب عيان من الممكن ان هو تشله مصدر الالم اقعدها 9 شهور تتالم عشان خاطر في الاخر تجيب طفل، يبقى حرام، وبالعكس ده غلط جدا على الحمل وعلى الطفل نفسه. نرجع تاني لموضوع ام منى اللي هو بتاع التهابات الانسجه بتاعت اللثه، ولابد ان انا هنا اعرف اني انا عندي مكنه شغاله 24 ساعه، ازاي ان انا مثلا ما اعملش جلسات تنظيف كل فتره؟ لازم اخلي بالي من الكلام ده كويس جدا. عندي مثلا ضرس مخلوع، انا هتكلم بقى كده على طول في حاجات، عشان الوقايه خير من العلاج، مش بس الوقايه من الخلع، لا، لو انا حتى خلعت لابد ان يكون هناك وقايه خير من العلاج. هتقول لي ازاي يا دكتور؟ هقول لك بس بعد ما اخد اتصال تاني. الو ابو رامي، سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك حضرتك. احنا اتكلمنا اول مكالمه وام رامي وقالت لك على يوسف 4 سنين، اللي هو السنانه متاكله من قدام وفي أيوه. 4 ضروس حضرتك هنا واثنين هنا. حضرتك انا حالا دلوقتي هتكلم هتكلم دلوقتي على، انا لسه بقول هتكلم على حاجات كتيره ورا بعضها ورا بعضها، هتبقى معلومات حلوه وجميله، وهتبص تلاقي حضرتك سؤالك جه في وسط الاجابه ده. ربنا يخليك. اتفضل اتفضل. زي ما قلنا كده، عايزين ان احنا بقى ايه نوع من العقل. تقول يا دكتور ازاي الوقايه خير من العلاج؟ هو بعد الخلع فيه وقايه؟ طبعا. انت دلوقتي عندك 3 اضراس جنب بعض، خلعت ضرس، يبقى بين الاثنين فاضي الضرس المقابل، ايه اللي هيحصل له؟ مع الوقت هيحصل حاجه اسمها باسف ايربشن، تبص تلاقي الضرس سقط، ملى الفراغ بين الاثنين، تيجي تركب بعد 5 سنين يقول لك دكتور عفوا لقد نفذ رصيدكم. خلاص. ما تقدرش تعمل كده خلاص، اتلفت الضرس اللي فوق، واتلفت المكان اللي تحت، واتلفت اللثه، يبقى اذا هناك وقايه بعد العلاج من الخلع، وقايه اثناء التركيب، سواء كان تركيب متحرك في مشابك بتعمل على التماسك وعلى سطح اللثه، لو ما كنتش تروح للدكتور عشان تقي مشاكل اللثه هتحصل مشاكل. ايه المشاكل؟ ان المشابك اذا كانش الدكتور يتحكم فيها كل فتره هتبص تلاقي يا اما التركيبه بتقع منك، يا اما المشابك بدات تاكل في الاسنان المجاوره وتعمل لي مشكله، يا اما اللثه بدات تتقرح وتنزل من على سطح اللثه من فوق، يبقى دي الوقايه خير من العلاج. هنيجي على طفل في السن مثلا 8 سنوات او 7 سنوات، سنه اماميه ما طلعتش او اختفت وما رحناش ذهبنا للدكتور، يحصل حاجه اسمها اكتوبيك ايربشن، تخرج في مكان غير بتاعها خالص، وبدل ما الدكتور بدل ما تجينا مثلا نعمل لها تعديل التشوه بس او تقويم نعدل سنه ويبقى حاجه بسيطه قوي من الشغل اللي بنشتغله ده حاجه بسيطه قوي، لا نفاجئ بعد كده احنا محتاجين نعمل جراحه وبعدين نعمل تقويم متحرك وبعدين نعمل ثابت وبعدين نرجع نعمل متحرك للتثبيت. يبقى اذا هنا الوقايه خير من العلاج. زي ما قلنا تنظيف الجير من على سطح اللثه واذابه البلاك او البول، لا ان ما كنتش اشيلها هتعمل لي ريسيشن، سقوط في اللثه، لو عملت سقوط في اللثه والتهابات هتعمل لي تاكل في العظم، يبقى الوقايه خير من العلاج. لو انا اهتميت بانسجه الفم كلها من القرح المتتاليه اللي ممكن تعمل لي قرح قلاعيه، والقرح القلاعيه تعمل لي مشكله وتهيج في اثاره في تلف للانسجه
اول باول باول ابص الاقي نفسي بعد كده دخلت في لا قدر الله مشكله تانية، وبدا يحصل لي سواء كان ورم حميد الى اشياء اخرى من نتيجه للالتهابات اللي موجوده داخل الفم، ونتيجه الاثاره من حتى لو سنه خشنه شويه، يعني لو حتى سنه خشنه شويه هتعمل لي مشكله. طيب لو انا جيت مثلا دلوقتي قلت الوقايه خير من العلاج، ونرجع نحط في النص الموضوع بتاع ابو رامي، الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير جدا، سمعته عن مقوله كده تقول بيرس ديد. يعني ايه يا دكتور بيرس ديد؟ يعني حاجه ولدت مقتوله، حاجه بصراحه بشعه، وكل زمايلنا بيتكلموا في التلفزيون وكل البرامج الطبيه بهذا الكم الهائل، ومع هذا الوعي الناقص حاجه بصراحه تزعل والله العظيم. اما اجي مثلا الاقي طفل عنده 4 سنين وهو عنده ضرس، الضرس ده المفروض يبدل عند سن 11 سنه، وقعده من 4 سنين ل 11 سنه من غيره، ويا ريت واحد، ده بيبقوا 2 و4. يعني دلوقتي لو احنا جبنا الطفل اللي عند ابو رامي وقعدناه قدامنا، هنلاقي السنان الاماميه مش مشكله يا سيدي، السنان الاماميه ما تقلقش مش مشكله، حتى لو تاكلت ما تقلقش. اما الاضراس اللي انا المفروض الطفل ببتدي بعد يعني الفطام عند سنتين هيبتدي ياكل، اول ما يبتدي ياكل ما يلاقيش الاسنان بتاعته جاهزه لعمليه الطحن والمضغ. هتقول لي يا دكتور ايه السبب؟ السبب الاهمال، السبب الدلع، السبب التسكيت. ساعات ام او اب الطفل بيعيط عايز يسكته بايه؟ خد كيس شيبسي، سوري انا اسف جدا ما اقصدش يعني، لكن خد كيس كذا، خد كيس مش عارف ايه، الحاجات اللي هي المأكولات اللي هي اللي بتتباع في السوق، اللي هي قلنا اكتر من مرة ان هي ليها معدلات وليها نظام في الاكل، مش افضل اسكت العيل بالحاجات المواد اللي موجوده في السوق، المواد الحافظه، من سواء خد علبه مش عارف ايه، وحاجات كده بتتباع في اماكن غريبه جدا كده، حظاظات وبتاع ومعرفش يقولوا بزازات ومش حاجات، يعني بصراحه انا بسميها والله العظيم بسميها مبيدات، انا بسميها مبيدات للاسنان. واكيد لو الطفل احتاج دكتور بطن هيقول لك دي مبيدات للطفل، لانها بتوقف بعض الانزيمات اللي المفروض تتفرز على جدار المعده في الوقت ده، وبتعمل لي مشاكل جامده جدا. المفروض الطفل ما اقعدش اجيب له سكتات كده. طب انا المفروض يعني، المفروض يعني انا لما اعمل كده ببيد السنان. ليه بقى؟ يعني انا بدي كمان الحاجات دي في وسط الطعام، في وسط الوجبات الرئيسيه، وكمان ما بحاولش ان انا انضف له سنانه، يبقى هنتظر ايه؟ ما تقلقش يا ابو رامي، حاول يا ابو رامي بقدر المستطاع ان هو يتلحق درسين ولا حاجه ياكل عليهم، بتعمل له حاجه اسمها تحنيط عصب او بالبوتومي او بالبيكتومي، وبتحط له طرابيش جاهزه معدنيه يقدر بس يكمل بيها لحد مرحله التبديل. معانا اتصال؟ الو؟ طيب لو في اتصال يحاول يعاود تاني. الحقيقه انا طبعا بزعل جدا، ويمكن انا في الجزئيه بتاع السؤال بتاع الطفل ده انا كنت يعني عفوا اذا كنت عصبي شويه، لان الواحد بيزعل لما يلاقي قدامه حاجه، وبعدين انا كنت ممكن ببساطه خالص كده يعني ادي نصيحه للام بتاع، وفجاه بان الطفل قدامي يعني عايز بنج كلي، واخد بالك، ونعمل له بقى نزع للعصب وبعدين نعمل له طرابيش، والطفل في سن صغير دي بتبقى صدمه للطفل، بتبقى صدمه بتخوفه من دكتور السنان تماما. طب ليه بقى يعني؟ ليه نعرضه البنج كلي؟ وليه نعرضه لشغل وورشة عمل داخل الفم في السن ده؟ لسبب واحد انا يعني ابا وامه هعمل ايه؟ لا انا الطبيب بقول لك ان هذا انت المسؤول عنه تماما، والله قدام ربنا كمان. انت مسؤول عن كده قدام ربنا، ان انت ما بتراعيش الطفل، المفروض الطفل في اجزاء كتير من جسمه يتبص عليه. الا تحصل مشكله للطفل وبعد كده تكشفها بعد 3 4 سنين بعد ما الدنيا تخرب؟ طفل المفروض امانه. ده امانه. يعني زي ما بنقول كده يعني ايه يعني كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. مش بس الامانه ديت، ما هياش امانه، ده 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 انسان مش حاجه تانية عشان يبقى كل همي ااكله واشربه. لا، الاكل والشرب ده من 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 ارذل المسؤوليات واخفها عبئا، وممكن معلش سوري هيلاقي حد ياكله. انما في حاجات مش هيلاقي حد يعملها له، النصيحه، التفتيش في اعضاء جسمه، ودنه، الانف، الفم، في حاجه غريبه ولا لا، عينيه،
كل حته في جسمه يبص عشان يشوف هل لو في حاجه غلط الحق على طول اتوجه للطبيب، سواء كانت دي مسؤوليه الاب او الام او كلاهما مشتركا مع بعضيه، عشان نحاول بقدر المستطاع ان احنا نتجنب المشاكل، وعشان يبقى عنوان حلقتنا النهارده اللي هي الوقايه خير من العلاج. الحقيقه يعني الواحد بيسعد لما يحاول ان هو ايه يقدم معلومه بصفتي محمد، يعني انا بصفتي افهم في هذا المجال، فبحاول اقدم معلومه سهله بسيطه بحيث ان كل الساده المشاهدين يستوعبوا، واللي ما استوعبش وما كانش له الحظ ان هو يحاول ان هو يتصل او ان احنا نرد عليه، الحقيقه باسم الدكتور على الدليل عادي خالص، يعني 140 دليل ده يجيب لك اي حد باسمه وبكل عناوينه تسهيلا عليك لو لقيت تليفون القناة صعب عليك ان انت تاخد رقم اي طبيب بيجي. الحقيقة في نهاية الحلقة يعني يسعدني ان يعني اتقدم مرة اخرى بالتهنئة لكل المصريين بتولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية، اصبح لنا رئيسا لكل المصريين، كل المصريين ما عليهم الا ان يدعوا له بالتوفيق ان شاء الله، كل المصريين يلتفوا حوله، وكفى أن أصبح لنا رئيسا بعد هذه الفترة الطويلة. بتقدم بخالص الشكر للقائمين على هذا العمل، وخص بالذكر فضيلة الشيخ محمد حسان الذي أسهم كثيرا في يعني دعم وإقناع كل المصريين اللي بيحبوه وبانتخابات الرئاسية. أشكركم وإلى لقاء قريب في حلقة أخرى وعنوان آخر وموضوع آخر. شكرا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى.